خلافاتهم كشفت قبح أخلاقهم وعدم وجود دافع لخيانة الوطن سوى مصالحهم الشخصية ومصالح من يمولهم. أيمن نور اللي داير عمال يقص في الناس وياكل مستحقاتهم ويرفض ويعين وأنا ربكم الأعلى، ماشي، اتحرج بقى شكله قدام الناس كده، هو يعني شكله وحش قوي يعني ده أنا. فالمهم لما بقى شكله وحش راح رد كده، اخد حبوب الجراءه ماشي، وراح داخل في معتز، راح قال له يا معتز انت ما ينفعش تقول كده وانا اللي مسؤول وانا اللي مش، قال له لا يا حبيبي تعالى بقى ده انا شريكك في القناه. طبعا راح معتز، عشان بس اعرفكم ان ايمن بيخون اللي بياكل معاه عيش وملح. مجرد ما معتز مطر خرج من الاوضه، راح ايمن قال للناس اللي في صاله التحرير، قال لهم ده مجنون، ده انا عرضت عليه يروح لدكتور نفساني، ده انا هخليه يروح لدكتور نفساني، ده مريض نفسيا، ده مش عارف ايه. حتى معتز مطر لما من هوريكم دائما هو في صف الباطل ولا يزال حتى اليوم. ربما أوهموا البعض لفترة من الوقت بأنهم على كلمة واحدة، ولكن المواقف كشفت أن قلوبهم شتى. تركيا اللي بيرأسها أردوغان حوالي 100,000 سيدة بيعملنا في البغاء. لا يا أختي اتقي الله، اتقي الله، ازاي تقولي كلام زي ده؟ وبعدين تقولي ان اردوغان بيسوق العلمانية المغلفة بعنوان من الاسلام؟ لا والله، لا والله، واشهد الله وانا بقالي 4 سنين وشوية اهو في تركيا ما شفت هذا الكلام. الاستاذة آية الله، وانا بسميها آية الله لانها خلاص عاملة نفسها مرجعية بتتكلم في الدين وفي الشرع وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي كل حاجة. والحقيقة الذي يدرك انه يتحدث في كل شيء ويحيط به جامعة هو حاجة من الاثنين، إما إنه الشيطان إبليس هو اللي بيتكلم في كل حاجة. استخدموا الغمزة واللمزة ضد بعضهم البعض، ثم تحول الأمر إلى الاتهامات المباشرة بينهم بالخيانة والعمالة والتبعية، رغم أنهم كلهم كذلك. سليم عزوز ده بقى إيه قصته؟ ده واحد اسمه ورد في الكتاب الأسود اللي أصدرته، كتاب أسود. ليه أسود؟ من كتر الأرزقية والصحفيين اللي بياكلوا على كل الموائد اللي موجودين في الكتاب ده. فأنا رسالتي لعزمي أنطون بشارة أقول له أنت واحد من شلتك اللي هو سيف عبد الفتاح الذي لم يساند تركيا المسلمة بكلمة واحدة في أزمة الليرة، راح الحكومة التركية لهم عندهم عاوز الجنسية، قال له تفضل وأعطوه الجنسية التركية. مع ورور الوقت تكشفت نواياهم، وأصبح واضحا للعيان أن فتات ما يكسبونه من خيانة الوطن لن ينفعهم يوما ما. عندما يرغبون في قلب الحقائق لترويجها كأكاذيب ينكشف أمرهم أمام الكافة، وكان آخرها قيام القناة والمذيع الإخواني باستضافة فتاة قالت إنها وأقرانها لهم وجهة نظر في الدستور. ولكن كانت المفاجأة، احنا كأفراد بنشارك في حركات سياسية مختلفة، يعني معانا إسلاميين معانا كفرة. الصدمة جعلت المذيع الإخواني يغلق الحوار مع ضيفته عبر الإنترنت ليكيل لها السباب والتهكم لعدم تطابق وجهة نظرها معه وأجندة الخونة أمثاله. الكلام اللي تقوله سوسن ده أنا مش عايز بس أقول كلام وصف مش كويس يعني، بس هي حرة بس أقرب للهزي. لم يقف الإخواني عند ذلك، بل تمادى في طرح حقائق على كونها استبصارات. وبعدين تقول لك أصل انقلاب الشعب طلع فيه، يعني ثورة. ما هو في علم السياسة كده، إما الشعب طلع وبقت ثورة ف30/6 ثورة. وسنستمر في فتح الإخوان وكشف خياناتهم